انطلاقة موفقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم. الشوط الثالث من هذه الأمسية للجيادة العربية الأصيلة، والصدارة تذهب مع الجواد جمايل ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والفارس توماس لوكاسك. تخطف الصدارة والجواد مجذور ملك السيد خليفة بن إشعيل بن خليفة الكواري وماركو كازمنت. ومن الجهة الخارجية العربية السدم قرن وسفيان سعدي خطوة بخطوة. الترتيب الرابع للجواد غالديو دي كارير مربط إنجاز ومتعب الصعاق. من الجهة الداخلية ظاهرة خالد يوسف علي المالكي الجهني وقيس البوسعودي. من الترتيب الخامس نشاهد الجواد جمايل والفارس توماس لوكاسك. في الترتيب السادس نشاهد فينطاوي أحمد حسن المالكي الجهني والفيرتو سنة خطوة بخطوة. والجياد في نقطة 1300 متر بشكل كتلة، وصدارة الجواد العربي السادة أمقر والوصافة مجدور خليفة بن إشعيل الكواري وماركو كازمنتو. الترتيب الثالث طاي المربط الغزالي وكارلوس هنريك. في الترتيب الرابع خطاب ملك السيد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حمد العطية وفالح بوغنين. نقطة 900 متر والصدارة بوضع اليد للجواد العربي. ترقب من الجواد رقم 11 مجدور خليفة بن إشعيل الكواري. الترتيب الثالث ظاهرة خالد يوسف الجهني وقيس البوسعيدي. في الترتيب الرابع نشاهد الجواد جمايل ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني وتوماس لوكاسك. لا تزال بعض الجياد في وضع اليد الجواد للطام بموقع جميل ملك الشقب ريسنج وأنس السيابي بوضع اليد المنعطف ما قبل الأخير اتجاها إلى المنعطف الأخير والقادم. جمايل من الجهة الداخلية والفارس توماس لوكاسك وإعازات للجواد للطام الشقب ريسنج وأنس السيابي للطام. ومحاولة من الجهة الخارجية ولكن للطام بفارق 3 أطوال عن باقي الجياد الشقب ريسنج وأنس السيابي. الوصفة ربما تكون للجواد خطاب ديفوز. ونتائج الشوط الثالث أعزائي الجمهور والحضور الكريم، جاء بالمركز الأول الجواد رقم 3 لطام ملك السادة الشقب ريسنج والفارس أنس السيابي والمدرب إبراهيم سعيد المالكي. مبروك بتوقيت وقدره 2:22:96 مبروك. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 5 جمايل ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني والفارس توماس لوكاسك والمدرب جوليان سمارت. في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 10 خطاب ديفوز ملك السيد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حمد العطية والفارس فالح بوغنيم والمدرب أحمد القبيسي. وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 7 ظاهرة ملك السيد خالد يوسف علي المالكي الجهني والفارس قيس البوسعيدي والمدرب إبراهيم سعيد المالكي. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 11 مجدور ملك السيد خليفة بن إشعيل بن خليفة الكواري والفارس ماركو كازمنتو والمدرب علي الكبيسي. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. أعزائي الجمهور ابقوا معنا.